الانترفيو. دكتور صباح الخير، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. صباح الفل، صباح النور لكل مستمعي شمس أفام، وتحية لكل عاملين وصحفيين شمس أفام بالتأكيد. شكرا جزيلا. إذن عملية بمسيرة إسرائيلية يوم أمس في لبنان، وانفجار المبنى صالح العروري رفقة ثلاثة أخرين من مرافقيه، هذا الرجل اللي عنده مكانة كبيرة داخل الحركة وأيضا يعتبر أحد مؤسسي الجناح العسكري كتائب القسام لحركة حماس. إذن ما هي دلالات هذه العملية دكتور؟ أولا دلت هذه العملية تتعلق بأنها تحرك ثلاث ملفات بالتوازي، يعني اغتيال الشيخ القائد صالح العروي، أنت تحدثت الآن على أنه من أحد مؤسسي كتائب القسام، كتائب القسام في الضفة الغربية وليس في غزة، ولأنه هذه الملاحظة لها دلالة في حد ذاتها، لأنه محاولة امتداد كتائب الأقصى كتائب القسام في الضفة الغربية هو ما يربك الكيان الصهيوني، وبالتالي أنه المحور الأول فيما يتعلق باستهداف المقاومة وقادة المقاومة في الضفة الغربية حتى لا تنفتح جبهتين بين غزة والضفة الغربية، اثنين هو استهداف لشخصية قيادية لها دور محوري فيما يتعلق بما هو إقليمي في العلاقة بين حركة حماس ولبنان، حزب الله. سوريا وإيران، وهنالك تقارير تتحدث عن الدور الذي لعبه صالح العروري سواء فيما يتعلق بالصفقة الفارطة في الأسير وفاء الأحرار، صفقة وفاء الأحرار التي أشرف عليها وهو الذي فاوض، ويعتقد أن هذا الرجل هو الذي سيقوم بعملية المفاوضات فيما يتعلق بالأسرى الجدد، ولذلك هذا هو استهداف. استهداف في حد ذاته له دلالة تتعلق بالداخل الإسرائيلي أو داخل الكيان، بأن نتنياهو الذي يبحث عن نصر وهمي عجز عنه في غزة، وبالتالي استهدف صالح العروري في لبنان لأنه يريد أن يطيل أمد الحرب بتوسعتها في الدائرة الإقليمية وجر لبنان إلى حرب مباشرة حتى يبحث عن نجاح في لبنان عجز عنه في الضفة أو في غزة. هذه على الأقل المستوى الدلالات الأخرى. ثانيا ملاحظة لابد من توجيهها فيما يتعلق بدلالات اغتيال صالح العروري، هي مسألة استشهاد هذا القيادي، هل هو خسارة للحركة؟ بالطبيعة الحال هو خسارة. على هذا السؤال بعد إذنك أستاذ، فضل. بعد ما نسمع إلى تصريح أو آخر تصريح لصالح العروري يوم 4 ديسمبر على قناة الجزيرة، ووجه إليكم السؤال حول هل هذه الضربة هي موجعة أم لا إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، نسمع إلى هذا التصريح. للشهيد صالح العروري اللي تم استهدافه يوم أمس في جنوب بيروت. دكتور عبيد الخليفي الكاتب المختص في الجماعات الإسلامية، بهذا التصريح الذي لا يتخالف مع الموقف الرسمي لحركة حماس، هل تعتبر هذه الضربة موجعة إلى حركة المقاومة الإسلامية أم لا؟ هو يجب أن نلاحظ بأنه تصريحات صالح العروري هي منسجمة تقريبا 100% مع تصريحات قيادة الداخل الميداني أبو عبيدة وغيره من والسنوار في ما يتعلق بإدارة هذه المعركة، وأن الكلمة الفاعلة أو الكلمة القاسمة
لهذه العملية لعملية الطوفان هي للقيادة الميدانية، هي التي تدير المعركة وهي التي تضع شروطا لكل مفاوضات يمكن أن تحدث، ثم طبعا مفاوضات غير مباشرة. مسألة استهداف القيادي صالح العاروري، هل سيمثل ذلك خسارة؟ بالطبيعة هي خسارة لأحد القادة البارزين، لأننا نتحدث الآن عن أحفاد الشيخ أحمد الياسين الذين يقودون المعركة ميدانيا، وأبناء الشيخ أحمد ياسين هم الذين خططوا لهذه العملية وهم الذين يسيرون في عملية المفاوضات أو في عملية الإمداد وتعزيز تمكينها. هذا بالتأكيد هي ملاحظة فيما يتعلق ببنية الحركة التي لها من القادة الميدانيين والسياسيين الكم الهائل الذي لن يكون خسارة مطلقة للحركة. وفلنلاحظ أنه في هيكلية وتركيبة الحركة في مستوى القطاعات أنه لديها الرئيس ونائب الرئيس ونائب الأول والنائب الثاني. يعني عندما تم اغتيال قائد لواء الشمال غزة، بعدها تقريبا بساعة تم تعويضه بنائبه الذي كان أشد في توجيه المعركة في شمال غزة. يعني حركة حماس لا تشكو من نقص في الكادر الميداني أو في الكادر السياسي. صحيح هو خسر بطبعة الحال لأنه مقاتل، لأنه مناضل فذ، له تاريخ قضى 18 سنة في السجون وأخرج من فلسطين ليقوم بدور محوري يتعلق بدعم المقاومة الإسلامية والمقاومة الفلسطينية ككل في الداخل من خلال بحث لها عن شراكات إقليمية مع حزب الله ومع إيران ومع غيرها من الفصائل والأطراف الأخرى التي أوجدت لعملية الأرضية الممهدة لقيام طوفان الأقصى. المسألة الأخيرة وهي في ما يتعلق بالحوار الذي أجراه وانتظاره للحظة الشهادة، هذه حركة عقائدية، حركة تؤمن أن الذي ينخرط في حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين أو خارجها هو مشروع شهيد منذ اللحظة الأولى. هم يدركون مصيرهم يعني مسبقا ويتحذرون ويتجهزون لعملية الاغتيال في أي لحظة. فقط هنالك ملاحظة دقيقة في هذا الشأن، أنه إسرائيل الكيان الصهيوني الذي عجز عن استهداف أي قائد داخل غزة أو حتى في الضفة للاحتياطات الأمنية التي تجريها الحركة الداخل، يعني نجحت في اختراق دولتين عربيتين، هنا نتحدث عن لبنان وسوريا، باستهدافات لقيادات، سواء قبل أيام استهداف القائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا، والبارحة يتم اغتيال صالح العاروري. يعني هذا يظهر إلى أي مدى كانت الحركة قادرة على تأمين الداخل وتقديم الحماية لقياداتها سواء بالأنفاق أو غيرها. إلى غير ذلك، ولكن صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي تم استهدافه يوم أمس، لم يكن هدفا فقط لإسرائيل الكيان الصهيوني، وإنما كذلك للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في 2018 كان تم توجيه 5 مليون دولار مقابل معلومات على صالح العاروري. إذن كان مش هدف فقط إلى الكيان الصهيوني، إلى الولايات المتحدة كذلك، واللعب اللي كان يلعبه هذا الشخص خاصة في لبنان وهو قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كذلك. إذن يعني هناك دلالات أيضا وقراءة على المستوى الدولي في أنه لم يكن هدفا فقط إلى إسرائيل. هو هنالك تقاطع بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأهداف. هذا التقاطع يتحدث أساسا في العداوة بين الولايات المتحدة وإيران ومشكلتها مع فيلق القدس والدور الوظيفي الذي يلعبه في المنطقة العربية ككل، انطلاقا من لبنان سوريا وغيرها من أول العراق. إسرائيل نفس الشيء، الكيان الصهيوني لديه حركة حماس هي العدو المباشر. يعني لحظة الالتقاء بين فيلق القدس إيران وحزب الله
وحركة المقاومة الإسلامية هو الذي مكن المقاومة في غزة من توفير هذا الكم الهائل من الأنفاق وهذه الأسلحة النوعية التي تستهدف بها. تقاطع المصالح بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية أنه يتم من خلاله استهداف كل قادة فيلق القدس الإيراني واستهداف قادة الحماس الذين يقيمون دورا ترابطيا بين هذه الشبكة الإقليمية وفي المنطقة مع حركة المقاومة داخل فلسطين. يعني تقاطع المصالح، حتى البارحة مثلا أعلنت أمريكا لم يكن لها علم بهذه العملية، لكن إسرائيل لديها من الفجاجة أن تعلن أنه تم إعلام أمريكا بالعملية أثناء التنفيذ. يعني سواء إعلام قبلي أو حتى بعدي، في نهاية الأمر ندرك جيدا أن الإدارة الأمريكية المتصهينة أنها لا يمكن أن تلوي عصا الكيان الصهيوني في مشروعه من أجل تدمير حركة المقاومة الإسلامية وكل فصائل المقاومة في فلسطين، رغم غياب الرؤية المستقبلية سواء للإدارة الأمريكية أو للمجتمع الدولي، فإنهم يسايرون الكيان الصهيوني في أجندته محليا وإقليميا، وينتظرون ويتساءلون عما سيحدث ما بعد هذه الحرب. كل المؤشرات تقول أن هذه الحرب ستتواصل، ما زالت ستتواصل، ستتنوع أشكالها. الرد كيف سيكون دكتور عبيد الخليفي؟ اليوم من المفترض أنه الرد كيف سيكون؟ نعم. اليوم من المفترض أنه زعيم حزب الله حسن نصر الله سيلقي كلمة، يعني من خلال بيان حزب الله هنالك رد. شكل الرد الآن يبقى السؤال هو شكل الرد، هل أنه سيذهب حزب الله في رد مواجه مباشر وعميق داخل الكيان الصهيوني، أم أنه سيوسع في دائرة الاشتباك نوعا ما والخروج من إطار 10 كيلومتر وال20 كيلومتر، أو سيكون هنالك استهدافات. ننتظر اليوم كلمة حسن نصر الله، مع العلم أني تخمينا مني أنه الساحة اللبنانية لا تحتمل الآن مواجهة مباشرة، ندرك الوضع اللبناني اقتصاديا وسياسيا، وأنه حزب الله يقرأ المشهد جيدا، وأنه الآن غير مسنود بالشكل الكبير وطنيا حتى يدخل في معركة مباشرة تستغلها إسرائيل من أجل تحقيق مكاسب فشلت عنها في غزة بتدمير بيروت وخاصة الضاحية الجنوبية. هذه أهم ملاحظة فيما يتعلق بالرد، ولكن أعتقد أنه الرد سيكون هنالك رد سواء في الداخل أو من حزب الله، يكون في قيمة هذا الاختراق وهذا الاعتداء الذي طال الدولة اللبنانية. نحب ننهي معك بسؤال حول مستقبل هذه الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط. حركة حماس بجناحها العسكري كتائب القسام، بعيدا عن هذه العملية اللي صارت يوم أمس، لاحظوا أنه بداية وجود مرة أخرى حاضنة شعبية تجاه الحركات الإخوانية بعد التجربة اللي عاشتها تونس على الأقل من خلال حركة النهضة، من خلال تجربة كانت سابقة أيضا في مصر. عبيد الخليفي الدكتور والكاتب المختص في الجماعات الإسلامية، هل هناك إعادة صياغة لهذه الحركات من خلال النموذج الفلسطيني، النموذج الموجود داخل قطاع غزة؟ سأكون دقيقا في هذه الإجابة عن هذا السؤال، لأنه طرح منذ مدة وقدمته في محاضرة فيما يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية ومرجعياته وعلاقاتها ببقية الحركات الإسلامية. هنالك خصوصية تتمتع بها حركة حماس سواء في فلسطين أو خارج فلسطين، هي حركة تحرر وطني، يعني هي لون من ألوان التحرر الوطني الذي شهدته الفصائل الفلسطينية. تحدثنا في الستينات والسبعينات عن فصائل قومية وفصائل يسارية قامت بدورها من أجل مقاومة الاحتلال الصهيوني. اليوم أو في السنوات الأخيرة لون المقاومة الفلسطينية هو لون ديني إسلامي له مرجعية إخوانية، ولا يمكن أن يدان تحت أي غطاء كان، ويجب تمييزها عن الحركات الإسلامية في المنطقة العربية
التي هي مشاريع سياسية وليست مشاريع تحرر، سواء في تونس سواء في مصر أو في كل الدول العربية. حركات المقاومة حركات الإسلام السياسي هي مشاريع سياسية لها طموحات في الوصول إلى الحكم وفي أسلمة الدولة وفي قيام نوع من المرجعية الدينية في توجيه السياسي في الشأن الوطني لهذه البلدان. في فلسطين حركة المقاومة الإسلامية هي حركة تحرر وطني لها حاضنة شعبية، ليست من العائلات التي تنتمي لحركة حماس فقط، ولكن حاضنتها كل الشعب الفلسطيني الذي يعتقد بأن المرحلة هي مرحلة حماس بامتياز، سواء في المعركة الميدانية أو في المفاوضات. ودعني أقول لك شيء مهم فيما يتعلق بسياسة حركة حماس، هي من الذكاء والفطنة أنه حتى في المفاوضات السابقة في صفقة شاليت لتبادل الأسرى، أو في على الأقل التصور الأولي لما قد سيحدث بعد هذه الحرب، يعني أسماء المحررين حتى نلاحظ في الصفقات الأخيرة دائما تقدم مناضلي ومقاومي الفصائل الأخرى على مقاوميها في لائحة الأسماء الذين تطلب تحريرهم والإفراج عنهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنها في طوفان الأقصى لا يطرح مهام تتعلق بغزة حيث تكمن وتتواجد حماس، ولكنه يطرح شروط فيما يتعلق بالضفة وفيما يتعلق بالقدس وبالمسجد الأقصى. يعني لديها من الفطنة والذكاء وحسن الممارسة السياسية ما يجعلها حركة إجماع وطني داخل فلسطين وخارج فلسطين، ولن يجد إذا كان هنالك بعض الأطراف الإقليمية والدولية العربية تدين مثلا الأحزاب اللذات المرجعية الإخوانية سواء في تونس أو في السعودية أو في مصر، إلا أنه عندما يتعلق بحركة حماس حركة المقاومة الإسلامية تتوقف كل يتوقف الجميع، وللنظر على أنها بمرجعيتها مهما كانت إخوانية إسلامية فهي حركة تحرر وطني، هي حركة تحرر إنساني. لا يمكن مثلا أن تدان بمرجعيتها الدينية، لأنه في الطرف الآخر الأكثر تطرفا وتشددا هم يستندون إلى مرجعية دينية يهودية توراتية يمارسون بها كل هذا القتل وكل هذا التشنيع بمباركة دولية وبتأييد دولي من الدول الغربية سواء بعمقها المسيحي أو بعمقها العلماني. شكرا جزيلا دكتور عبيد الخليفي الكاتب المختص في الجماعات الإسلامية، نشكرك برشا على تدخلك معنا.